السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم الحلقة غريبة عجيبة. اليوم راح اشوفكم على اغرب الكلمات العراقية اللي انا ملاحظها، وانتم هم ملاحظيها بس مغلسين. اذا تابوا الحلقة وشوفوها. فوق شيخ طولها يا خاف اوقع على وجنه. اذا من هنا ننطلق. الزقره دي وقع كيف تشير شمشه عود كله بالاتش حتى بيها مرقه. شوفوه بعد خاشوقه. صدق يعني شنو خاشوقه؟ ها خاشوقه قد اسمع. اما هاي فاسمها حجله. حجله شنو؟ مخده. يعني شنو مثلا حط خده عليها وسموها مخده؟ اما هذا شرشف شحاطه. على فكره مال ابويا. يعني يمكن لين تشحط سموها شحاطه. النعال هم يشحط، ليش ما سووا النعال شحاطه؟ خاولي. قد اسمه خاولي شنو؟ ها؟ اما هذا العينتين فبالعراق يصيحوا الاشكال والوان. اكو ناس يصيحوا شنو؟ اكو ناس يصيحوا له ريمون، واكو ناس يصيحوا له ريمونت، بس هو بالحقيقه اسمه ريموت. ريموت ريموت الفضيايه. ريموت ريموت يا ريموت ريموت ذات ريموت. مقراضة. لأن لأن تقرض سواء مقراضة. ايش قدوتها هي هاي؟ جداحة. جداحة يعني شنية جدها الآحة؟ هو من وين آحة على مود هاي جدة؟ جداحة. فد أسماء غريبة عجيبة. أما هاي فيصيحوا لها دولكة. على فكرة بيها فد شي. الله طلعها بالله. لحومنا عراقيه خالصه. زين جاوب هاي على هاي، وين الرابط بالموضوع؟ لحوم الغدير. اما هاي فيصحوا لها بالعراق حافظه. حافظه شنو؟ يعني يروح للموبايلات يقول له اريد حافظه مال الموبايل. ادري منين تحفظه؟ تحفظه من المخاطر؟ حبيبي هاي اسمها كوفر. هذا الشكاوى بالانجليزي. هسه التكيت تروح للموبايلات يعني اغلبكم يصيح له اريد كفر. ويروح المباراة يقول له اريد اكو بيهم يصحوا اريد كفر كو، يعني ما اعرف شلون يلفظوها. المهم بس هي اسمها كوفر، يعني الراء بالاخير ما يلفظ. على فكره انا داحكي ترى امريكي ما داحكي انجليزي. الانجليزيين يختلفون عن الامريكان، فالانجليز يدققون بالحروف، الامريكان يقطبون من الحروف. مثلا الار بالاخير ما يلفظوه، مثل كلمه ماذر فاذر ما يقولون ماذر فاذر. هسه احنا وين رفعنا؟ احنا وين طفرنا؟ على اللغه الانجليزيه؟ يعني سوينا الرابط بالموضوع. هسه اكيد واحد راح يعلق لي يقول لي شنو الرابط؟ انا من هسه اجاوبك شنو الرابط؟ تشوفون هاي؟ هاي قوطية، بس قوطية شنو؟ انتو شو تصيحوا لها؟ بيبسي بيبسي. يعني تروح للمحل تقول له اريد بيبسي. اذا تقول له اريد بيبسي يعني ما اعرف اذا تحس. حبيبي اسمها بيبسي. بيبسي يعني مو بالبي، بالبي بي. اكو فرق بين البي والبي، مثل شامبو مو مثل يعني شلون تمثل ثاني. يعني مثلا شامبو مو شامبو. هسه بيبسي بيبسي بالبي. وعلى فكره مو بيبسي، لا بيبسي. بقى شوفه شوف شلون مكتوبه بيبسي، يعني بها ياء. على فكره دقق وياي، بها ياء. زاهي. على شنو يصح لك زاهي؟ يعني مثلا اكو شركه اسمها زاهي، ما دا اعرف يعني ليش يصحوا له زاهي. ابو المحل اريد زاهي، ما ادري من طلع هالاسم ونشره وشهره وصار هذا المنتوج بعنوان زاهي في العراق. طاوه. طاوه شنو؟ اما هذا الفوق راسي فيصيحوا له جلوب. اما هاي الحركه فمشهوره بالعراق بعنوان شقلمبه. اما هاي الحركه فيصحوا لها دفره او تشلاق.
بصراحة أنا اكتشفت شغلات بالكلمات. أنا ما دائما أقول منو اخترع هاي الكلمات؟ مثلا على سبيل المثال جلاس، منو اخترع هذا الاسم؟ منو حدد عليه هذا اللقب على الجلاس؟ منو سمى جلاس؟ زين ليش ما سموا الجلاس شوكي على سبيل المثال؟ جيب لي شوكي أصب بيه مي، يعني ليش جلاس؟ بس بعدين اكتشفت انه مثلا كل كلمة ما اخذيها من صوتها. على سبيل المثال كلمة خس، تمن تاكل الخس يطلع خس 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 خس، فمن هاي الصوت من صوت الشيء طلقوا عليه الاسم. مثلا اي شيء يعني، مثلا هواي واكو كلمات فدا، بس هو اللي عرفته اي شيء بالحياة ماخذين اسمه من صوته او من سمعه. طبعا بنهاية الحلقة، اذا عجبتكم سووا لايك، واذا ما عجبتكم سووا ديسلايك. لا تنسون تسوون لايك لصفحتي على الفيسبوك اللي اسمها يوميات واحد عراقي، هم تلقون الرابط جوه وتلقون مكتوب على الشاشة يمكم. واذا تريدون تشوفون كل فيديوهاتي بس اكتبوا باليوتيوب يوميات واحد عراقي تطلع لكم كل فيديوهاتي. واهم شيء الاشتراك للقناة تسوون على مود يوصلكم كل ما هو جديد. بختام الحلقة اهدي لكم هاي الاغنية، طبعا من تصويري واخراجي وادائي وحبشكلاتي بس مو صوتي. لا 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 بسمار دقن الوقت وبكل كتر بسمرة وما ضقت حلوة بد يا وسفتي بسمرة بسمار دقن الوقت وبكل كتر بسمرة وما ضقت حلوة بد يا وسفتي بسمرة روان شكل الفرح بعمر ظن بس مرة وخلاني فاقد عقل مثل الذي شاربي خلاني فاقد عقل مثل الذي شاربي وانا تشلت كل زهر ما يصحبت شاربي وانا تشلت كل زهر ما يصحبت شاربي ويا حيف يا حيف يا حيف يا حيف وانا الذي يرهب سبع شاربي ومن دون كل الخلق ضحكت علي مرة يا بياب يا بياب يا بياب عرفتك من سمار الخد عرفتك انت عربية رمش وعيون شتالة شفايف مو طبيعية عرفتك من سمار الخد عرفتك انت عربية رمش وعيون شتالة وشفايف مو طبيعية اود الناس لك يمشون اذا اهلك علي يرضون اود الناس لك يمشون إذا أهلك علي يرضون وإذا ما رضوا ينطونك أدق للصبح لطمية وإذا ما رضوا ينطونك أدق للصبح لطمية. بصراحة أنا اكتشفت شغلة إنه كل كلمة يعني مألفيها معاود ثامنة تاكسي بيك.